أكد وزير الداخلية مازن الفراية خلال مشاركته مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد أن المملكة تضاعفت في الأونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية والتوعوية الشاملة لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة وفق أطر أمنية عمادها التكاملية والتنسيق على المستوى مع الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى ومع دول الجوار. الهاشمية ستبقى على الدوام داعما للعمل الأمني المشترك على المستوى الإقليمي والدولي وفي كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، عاقدين العزم في ذلك ومنفتحين للانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى الحفاظ على أمن منطقتنا والتعاون والحفاظ على مكتسبات التنمية في جميع مساراتها وصولا إلى الاستقرار الأمني والحد من تهريب المخدرات من خلال المراكز والمعابر الحدودية في كافة دول الجوار وخاصة المشاركة في هذا المؤتمر. ونؤكد في هذا المقام وبكل أمانة إلى سعي المملكة الأردنية الهاشمية لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول المخدرات إلى دول الجوار من خلالنا. وهنا فلا بد من التأكيد على الاعتراف بوجود المشكلة، بأنها مشكلة حقيقية تتمثل بآفة المخدرات، وأنه لا بد أيضا من مواجهتها بكافة السبل والإجراءات، وأن تكون هذه المواجهة مشتركة موحدة ومستمرة. نسعى وعلى الدوام لمواكبة جميع التطورات التقنية الاستخبارية والعملياتية والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والسلامة والحيلولة دون النيل من سيادة المملكة ومنع نشر السموم في أرجائها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعاون داخليا بين كافة الأجهزة الأمنية المعنية، وخارجيا من خلال التعاون مع دول الجوار وتأسيس آلية عمل إقليمية تساهم بشكل فعال في الحد من خطر آفة المخدرات وانتشارها. وإننا جادين العزم على مواجهة هذه الآفة محليا وخارجيا وبكل إصرار وتأكيد، إضافة إلى استعدادنا التام لتقديم خبراتنا في مجال مكافحة المخدرات لكافة دول الإقليم انطلاقا من مبدأ تبادل الخبرات ونقل المعرفة.